مرحبا بكم من جديد أستاذ أيوب الغدامسي المحامي ضيفنا في المباشر. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ. مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعيكم. شكرا جزيلا، تم حالتك على التحقيق صحبة زميلتك على موضوع أنه أنتما ترفعتوا على أبوه وولدوه على خطر القاضية قررت أنه تبعكم قضاء جزائيا، وعليش معناتها على خطر أنتما هذوما زوز معناتها تعرضوا إلى التعنيف من قبل أمنين. شنو الحكاية؟ كان تعطينا أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وتطوراته. أستاذ وي أهلا بك. تم إحالتك على التحقيق صحبة زميلتك في موضوع مرافعة. كنت نسمع فيك. موضوع القضية هو كما كنت تقول أنت، هي معناها اعتداءات بوليسية وأمنية، فيها جريمة تعذيب على زوج مواطنين. تم تكليفنا من قبل الرابطة التونسية دفاع حقوق الإنسان للنضال عليهم وحماية مصالحهم، حمايتهم، حماية حرمتهم الجسدية خاصة، وأنه المناوب حسين كان متعود على أنه يكون ضحية اعتداءات من الفرقة هذه. فتوجهنا للمحكمة، أبوه في حالة إيقاف وهو في حالة فرار، يعني كي اقتحموا المنزل اعتداوا على أبوه وهو لاذ بالفرار. فكان الحال أنه باش يحميوا روحهم من الاعتداء حالوا البوه في حالة إيقاف أمام قاضي الناحية. قاضي الناحية في عظمة تعاين الأثار متاع الاعتداء وتحمي مصالح المنوب على اعتباره أنه ضحية اعتداء القوات الأمنية، لا، وأن لقيناها تتفكر على الجرائم، لقيناها تلفت محاضر جلسة. فكانت المرافعات في هذا الشكل، في الطار أنه القاضية غير محايدة، قاضية منحازة للقوات الأمنية، قاضية يعني تسمع في التعليمات بتاع الأمنيين. فصار تشنج، وكانت المرافعات تانا في الحدود هذه، كانت مرافعات سياسية، مصطلحات سياسية، مصطلحات تهم القضاء كمؤسسة. نحن نحب سلطة قضائية مستقلة، سلطة قضائية فاعلة وناجعة. فبالتالي معناها مش بش يجي بعد 30 سنة محامية بالنسبة للأستاذ جزار وبعد خبرتي كذلك في الملفات تاع التعذيب باش نجمو نغلطو توا في قاضية ولا في مرافعة. بالتالي ما اعتديتوش عليها، ما ثبتوهاش، وما تمش سلبها، ما صار حتى شيء معناتها. لا، المصطلحات هي كان فن مصطلحات فيها إهانة وفيها اعتداء، فلي دونتها في محضر جلسة، هذا ما تمش. هذه جريمة مجلسية، المفروض أنها تدونها في محضر جلسة وتراسل النيابة بالوقت في الحين وتكون جريمة مجلسية، ولكن هي بعد المرافعة وبعد ما صدرت حكمها وبعد كل التجاوزات اللي قامت بها، وقلنا لها رانا صابينا بك شكاية في التفقدية، وقلنا عملنا مطلب التجلية في محكمة التعقيب، هذا اللي خلاها تزيد تتحسس أكثر وترد الفعل بالطريقة ذيك، وحكمت على المناوبين بالسجن. بعد المشكل في القضية اليوم هو ضرب حق الدفاع، مش منها هي تتشكى، حقها أنها تتشكى، ولكن الوكيل العام اللي شاف الشكاية متاحها وقرر أنه يحيلها رغم أنه المحامين كانوا يعني في إطار أداء مهامهم وتناسى الفصل 47 مرسوم محاماة اللي قرر المحامي عنده حصانة عند أداء مهامه ولا يمكن أن يؤاخذ إلا تأديبيا. هنا نقول لك المشكلة في الوكيل العام، وإذا اللي فما إرادة من الوكيل العام أن هو يعمل مشكلة بين المحاماة والقضاء، ولكن خيبة أمل كبيرة صبته اليوم، لأنه شاف المحاماة ما يش وحدة، شاف المحاماة وراها مجتمع مدني، شاف المحاماة وراها منظمات دولية، شاف المحاماة الفرنسية متضامنة وبعثة مساندة، معناها محامي مكلف من مجلس العمادات بفرنسا باش يقدم على النيابة ويترافع في الملف. المجتمع المدني في فرنسا كلف محامي للفرنسي للحضور كذلك للترافع. شايف يعني مختلف التضامن، معناتها أصدرت بياناتها المنددة والمتضامنة معكم، فلا يعني معنا بين بالواضح أنهم أسئوا اختيار التوقيت وأسئوا اختيار القضية. يعني كي جيت باش تعمل مشكلة مع المحامين ما تختارش قضية متاع تعذيب وفيها اعتداءات بوليسية، كنت ناس تختار قضية أخرى وتلفق أي تهم أي محامي آخر في قضية عادية يمكن كانت تكون أخف، لكن أنا كتجيب ملف تعذيب المفروض أنك تكون أنت منتصر على بشاعة الاعتداءات اللي تصير.
مفروض أنت تكون كوكيل عام أول من يتحرك بعد ما سمعت بالجريمة هذية، بعد ما سمعت بالفيرورة كيفاش صارت الجلسة، أنت اللي تتحرك وتثير الدعوة ضد الأمنيين أولا وضد القاضية هذه باعتبارها مشاركة. قانون تونسي 301 مكرر يقول لك لو اللي يسمع بالتعذيب، الموظف اللي يسمع بالتعذيب وما يتعرضلوش وما يقاوموش وما يردعش اللي قام به، راه يكون هو مشارك في الجريمة هذه. الاتفاقيات الدولية كذلك هكا تقول، الاتفاقية الدولية لمنهج التعذيب هذا منطوقها. فبالتالي الإخلالات عندهم هما في صفهم، احنا كدفاع متمسكين ونعرف حدودنا ونعرف المرافعات متاعنا كانت في المستوى، كانت مرافعات قانونية سياسية، قلنا المحكمة الكلام اللي لازم يتقال نحن نكتبوه هذا في مستندات في قضايا مدنية، كي نقولوا محكمة غير محايدة ومحكمة منحازة، هذا يتقال بين المحامين وبين القضاة في جلسات وفي تقارير، ومحكمة التعقيب بيدها تقولوا هذا على المحكمة، على محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستئناف تقولوا على محكمة البداية، المحكمة الابتدائية، هذا عادي. ولكن اللي مش عادي هو أنه التستر على جرائم البوليس هو اللي فاق الحد المعقول الحقيقة، وصار يعني فيه ضرب لحقوق الدفاع بصفة عامة. وكيف تضرب حقوق الدفاع مش تضرب عديد الحقوق الأخرى، لأنه المحامي اللي يترافع هو مهدد بالإحالة، مهدد بالتتبع الجزائي، أكيد مش يقوم بدوره على أكمل وجه. معناته تحس أنه قطاع المحاماة هو المستهدف في هذه القضية ولا في قضية الحال وعنتها؟ مش قطاع المحاماة، لا لا، المستهدف هو الحريات. قطاع المحاماة مش ممكن استهدافه بالشكل هذا. قطاع المحاماة دائما موحد، وكل ما يدخل معك إلا ويخرج منتصر، عكس القطاع الآخر اللي يعتدي على المحاماة وقاعد يلوش قضايا وهمية وقضايا خيالية كيدية. الغاية متاعهم أنهم يأجلوا الغاية في البلاد، وغايتهم أنهم يزيدوا حجم دور المحامي في على مستوى الدفاع على الحقوق والحريات، ويشجعوا القاضي اللي ياخذ تعليمات من عند البوليس، ويشجعوا البوليس اللي يعتدي على العباد ويعرف روحه محمي من القضاء. شنو حكينا ربما على الوضعيه نتاعكم انتم على حالتكم على التحقيق وغيره، معناتها شنو وضعيه المناوبين نتاعكم؟ نجم يكونوا ضحيه ديما للاستهداف نتاع الحريات في تونس، ولا شنو معناتها؟ كان طمن على وضعيتهم اليوم القانونيه. قانونيا وضعيتهم سليمه جدا، ومازالوا تحت الحمايه القانونيه قول الاخلاقيه للرابطه التونسيه للدفاع عن الانسان والمنظمه العالميه لمنظمه التعذيب، حتى منظمات دوليه قاعده تتبع فيهم. لكن على مستوى صحي الحقيقة البو من الاعتداء اللي صار له، الفك نتاعو التو مكسر يعني سميه طايحة، الوضع المادي ما سمح لهمش انهم انه يعالج الفم نتاعو. وعلاش تم الاعتداء عليهم؟ شو موضوع علاش تم الاعتداء عليهم؟ علاش تم استهدافهم معناتها؟ هذوما قاعدين في الحجر الصحي الشامل في وتيرة النهش. في تعداد دورية أمنية، تعرفوا الطفل حسين مناوبنا، تعرفوا مستنسين يعتدوا عليه لأنه فما خلافات بينه وبين عائلة أخرى فيها أمني. كي قالوا لهم امشي وروحوا حجر صحي ما انتم مش حق تقعدوا هنا، قالوها بأسلوب نتاع بوليس تونسي كما تعرفوا أنت ونعرفوا وين. جاوبوهم ولاد الحومة هذه بنفس الأسلوب، لحقوهم بالجري في حسين منوبنا، دخلوا عليه للدار، دخلوا في جرته للدار، هو طلع للسطح ونقز الشباب خفيف، لقاوا بوه قدامهم. اعتدوا عليه بالعنف باللكم وبالركل، وهزوه معهم وقفوه وقولوا لا تهرب، يعينوا له جلسه في الناحيه نحن هزيناه، وهكذا انطلقت الاحداث تاع القضيه. جبنا باش نقدموه للجلسه، فما رانا لانه يقع اختطافه من قدام قاعه الجلسه. البوليس يدز بكتفه الزميل المحامي اللي واقف جنب المناوب، يدزه بكتفه باش يبعده، وزوج اخرين ينقذوا على حسان ويطلعوه في الباكا ويهزوه الى مكان غير معلوم بالنسبه لنا. تبعناهم في ثلاثه مراكز باش نسعوا على منوبنا وما لقيناهش، ومشينا لوكيل جمهوريه تونس وسال بالتليفون باش وقت جاوبونا، قالوا لنا راهو في المنطقه في الشرطه العدليه نتاع حرق الواد الكرم. في الوقت هذاك المحكمه كانت شاهده على الاختطاف وسكتت وما عملت شيء، فهي مشاركه كذلك في عمليه نتاع الاختطاف هذا وتحويل الوجه قسرا. فل جاي مقدم روحه باش يتحاكم ماشي للقضاء، يلقى البوليس يخطفوه قبل القضاء، شكون يحكم البوليس ولا القاضي؟ هذا ضد الموضوع. المحكمه قلنا لها راك البوليس يحكموا لك في الجلسه نتاعك وانت راك تخفي تعليماتهم راك غير منحازه. هي اللي مشاعرها اهتزت وحست وحالتكم على التحقيق؟ لا مش هي تحيل على التحقيق، هي ختمت بشكايه اللي حال على التحقيق هو الوكيل العام محكمه الاستئناف. هذاك علاش نحن راهو المعركه اليوم مع الوكيل العام، لانه اي واحد عنده الحق في التشكي، اي مواطن واي قاضي عنده الحق يشكي، واي محامي عنده الحق يشكي. بقى مشكون اللي قدر انه الشكايه هذه فيها وجهه ولا لا، فما شبهه وجود جريمه ولا
هو الوكيل العام وكيل الجمهورية بالنسبة للمحامين، وكيل العام بالنسبة للمواطن العادي هو وكيل الجمهورية. أحمل الوكيل العام هذا تجربته بالأقدمية متاعه ويغلط غلطة كما هكايا ما نعتبره هاش غلط، ما نجمش يكون جاهل بالقانون وما يعرفش المرسوم تاع المحاماة. وكيل عام هذا معناه عدى سنوات في البوست متاعه، فبالتالي الإحالة متاعه عنده خلفية سياسية الوكيل العام هذا، ونحن باش نتبعوه بالإجراءات القانونية المتاحة لنا، لأنه استغل سلطته باش عمل فوضى وباش حال محامين وفما مس من السمعة متاعنا. يعني اليوم عند عباد ينجم يكون أنه المحامين هذوما تجاوزوا حدودهم، احنا باش نتعرضوا له السيد هذا وباش نتبعوه جزائيا. الوكيل العام اللي قاعد يسمع المدة هذه في الحملات متاع المساندة ويسمع في الأخبار متاع القضية متاعنا سيكون محل تتبع ويتحمل مسؤوليته. واضح، شكرا جزيلا أستاذ أيوب الغدامسي، يعطيك الصحة أستاذ أيوب الغدامسي، دمي حالته رفقة زميلته على التحقيق بعد ترفعهم على بو وولده وتعرضوا إلى العنف من قبل الأمنيين. 58 دقيقة على موجاتنا.